حته التسديد من خارج ال 18 فكنت كل وقت كنت بطور. حتى مع المنتخب قبل انا كنت حاصل اهداف, يعني انا كنت جبت اهداف قبل كاس الامم الافريقيه بالظبط, كنت جبت حوالي 3 اهداف مع المنتخب. فكنت لعيب ديفندر نص ملعب, بس عندي التكمله الهجوميه دي حاجه انا بحبها دايما, انا بحب اطور من ادائي. فيمكن انا الكوره دي لما بدات امشي بيها على فكره البطوله دي انا كان ضيعت اكتر من فرصه فيها, بس هي هو ربنا بقى شالها للنهايه. فالكوره دي يمكن انا فضلت امشي بيها السكه عماله تتفتح قدامي, وبدات اشوط. لما شوطت الكوره انا ما خدتش بالي ان هي لفت, لان في الملعب انت ما تحسهاش. فلما نزلت هنا مصر فالناس كلها تقول لي هي لفت ازاي, هي الكوره دي لفت ازاي, طب هي جت ازاي, طب انت شوطتها ازاي, انا مش فاهم يعني. وقتها ما كانش لسه بقى طلع السوشيال ميديا ان انت تقدر تجيب الموبايل بتاعك وتشوف الهدف بعد الماتش على طول, لا انت كان لازم بقى تشوف التلفزيون عشان تشوف الهدف. دلوقتي انت ممكن بين الشوطين لو جبت جون تشوفه. فوقتها كان لا, يا دوب كان لسه الموبايلات لسه يا دوب طالعه, ما كملتش سنه, فالحاجه الوحيده ان انت تعرف تتكلم بس. فلما نزلت حاله كل ما قابل حد يسالني الكوره دي لفت ازاي, هي انا بقيت نفسي مستغرب هي الكوره دي لفت ازاي كده بالشكل ده, راح كده وبعد كده راح مغير اتجاه. فانا حتى نفسي كنت مستغرب, ما كانش في تدريب عليها ولا حاجه, هي كانت توفيق. وبعدها بدات اشتغل عليها وفوجئت ان انا فعلا عندي حاجه غريبه في الشوطه بتاعتي, اني لما بشوط الكوره بتيجي قبل مرحله معينه كده وبتغير اتجاهاتها. ويمكن زي ما انت قلت حصل في ماتش ليبيا مع النادي الاهلي اتكررت اكتر من مره, حتى وانا في تركيا وفي بلجيكا حصل اكتر من ان الكوره بتروح بتغير اتجاهها. ففوجئت ان الموضوع ده لا بيحصل معايا, فبدات اني انا لا طالما حاجه مميزه ابدا ان انا اطورها كمان في نفسي.